خلف هذا دودي. انتم سامعين فيه قبل لا يجي انا دودي. يقولوا لي دودي هذا الحين مشهور عندنا. والله انا مرحبا بكم. الله يبقيك. الله يبقيك. كيف الوضع؟ شلونك يا مخلد؟ كيف الحال؟ الله يحييك يا ابو باسل. الله يبقيك. يا مرحبا ومسهلا. ابو باسل ما بقى. كيف ايمن عندك في البيت؟ والله شوف بس البرامج الواقعيه هذه انتم تقولون على اساس يمكن انتم تشوفونها من زوايا ثانيه، انا طيب. شفتها من زاويه غير، ويمكن كل اولياء الامور اتوقع انهم شافوها مثل ما شفتها انا. يا سلام. عرفتني على اشياء بايمن ما كنت اعرفها وكنت اجهلها. هنا ما يعني تشوف الولد اول حاجه ترى قدامنا ما يعيش واقعيته، هنا عاش اكثر واقعيه معاكم وسلطت عليها الشاشه، فشفت اشياء بايمن ما كنت اشوفها وما كنت اقدر اتعامل فيها وفيها فيها وفيها فيها الشيء اللي لكن شباب، وانا احط عذري للشباب، لكن فيها اشياء مخلد عليكم بس كذا ساعدتني انا الحين على انه في الايام الجايه فيها اشياء كان مفترض اني اسويها مع ايمن ولا اسويها. ايه فيها اشياء ما كنت مركز وش عليها. كثير اشياء لا خلها هذه تحت خلها مستوره. نعم. باسم هلا والله. هلا ايمن بشنب كرمت يا ملعب. ايش شكوى والله. ايمن بشنب قبل وبعد. اي شكوى. ايمن شوف ابيك عطاني يعني ان سكر الباب على كاميرا يا عبد. بس من جهة ثانية من جهة الأخ كيف الوضع؟ لعاب. ايوه لعاب كبير. هذا يقولك شغلة؟ لا دقيقة بيجيك الدور. طيب تبرير تبرير انا مبرر. اقسم بالله يا طبعي وطبعه واحد يعني هو لعاب بعد. انا مثلي. يا سلام. انا ما اقول لعاب مثلي. يا سلام. لا بس مثلي حبيب بوش واحد. ايوه ايوه يا حبيبي يبيك ابو مفلح. كيف حالك؟ طيبين الله يسلمك. الله يعطيك الله يعطيكم العافيه. ابشركم وضعكم طيب والنسخه الحين الان اقدر اقول نجحت النسخه نجحت. الباقي عليكم عاد بقت المنافسه بينكم انكم تقدمون اللي عندكم اكثر واكثر ولا النسخه ان شاء الله ما شاء الله والله لكم جماهير ولكم محبين مضاربين ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه ومضاربين بيض وجه لله الحمد ومراجل اخوه. الله يعطيكم العافيه. والله ما فيكم احد اقدر افرز منكم اني اقول هذا فيه مجال ضعف كل ولا قصور باخوياكم اللي طلعوا، لكن اخوياكم اللي طلعوا يمكن البدايه ما خدمتهم كذا انه ما اخذوا على الجو، انتم خلاص الان عرفتوا يعني الزوايا والخبايا على قولتهم. الله يعطيكم العافيه. ما في شيء سم يا صوت صوت ابو جابر. الله يبيض وجهك على الحلقه الممتازه وفرحت اخونا ايمن. والله العظيم قبل شوي كلنا ودنا نفديه ونقوم محله. الله يبيض. لكن انت حطيت ثلاث اسماء وهذا اللي خلتني طول العمر ما نقوم. احترام لك واحترام لايمن واخواني اللي جاوا الثلاث اسماء لانها هو اخطا يوم قام ولو انه ما قام كان يتخير فيكم كلكم، لكن بعد ما قام بس هو يعني هذه هني صار ثلاثة. شنو وصلتها؟ والله العظيم ولولا تقدير شايبه اللي جاي من بعيد. الله يسلمك. الشاب الشاب اخي 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 خلي اخي انه الليله ما يشوف. الله يجيبك في الجنه ما يقام. الله يجزاك خير. لكن تقدير الشايبه اللي جاي من بعيد ومن طرقه وجاي من البارحه يعني الله يبيض وجهك. خلاص احنا ذكرنا ثلاث اسماء الخطا يعني هذا يعني علشان نتساعد معه فقط لا غير. الله يبيض وجهك. احنا قلنا ثلاث اسماء يا شباب ثلاث اسماء ودقيقتين يا الربع يا الربع، لكن لا تلوم الشباب يا ابو جابر. لو ان ابو باسل ما طلبنا ولا ترى ابو باسل اخونا الكبير. الله يجزاك خاصمين خاصمين وانت ابو جابر وهذه ترى لكن انت تخرب على رفيقك. انت خرب على رفيقك ما عاد الا 38 ثانيه. خربت على رفيقك كامل. طيب لو انتهت الوقت هل بينفعك عبد الله الدين ولا بينفعك علي هادي؟ كان مشوش يبان. يا ابو جابر انا بتكلم عن نفسي. والله العظيم عنده موقف ما ادري. انا ادري ان اخواني كل بيهم اللي يقولون. انا ادري انا ادري مني. بس احنا ندري لكن 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 خلاص اذكر لي ثلاث اسماء. نعم انا اذكر لي ثلاث اسماء لا هم مني
ولا هم. انا اشوف الوقت ينقص. الوقت ينقص خلاص، هو اللي يختار كيف. عنده ثلاثة اشخاص يختار. احنا قلنا لكم يا الربع اقعدوا لا تخربون العرب فيكم. فانتوا طيب لو ان الوقت انتهى. ومشى بيه وقعد عندكم هنا. هل حد اخذ شنطته طلعت مع الباب؟ طلعت مع الباب؟ نعم. اقول الله يبيض وجيهكم ولا قصرتوا، وحنا طلبنا ابو جابر انها تنتهي عند كذا. الله يعينكم وياه وحماس الخوه وكذا ولا قصر الله يبيض. انا اللي ضغطني بعد الوقت راح. وانا والله اتعذر منك يا ابو جابر واتعذر منك ابو باسل. الله يبيض وجهه اسلم يا ابداع. والله ادري فيكم انكم اكثر من اخوان لله الحمد الحين. الله يبيض وجيهكم لا قصرتوا. وابو جابر وعدنا ان شاء الله انه ما فيها. واعيد واكرر يوم قمت ما انا بطيء من اخوياي الموجودين، كل واحد منهم ونعم والله ولد حمايل وكلهم طيبين. ونعم والله كلهم رؤوسهم طيبه. اسلم يا ابو جابر ووجهك ما عليك زود وافي وسباق على العلم الطيب. الله يبقيك يا ابو مفلح. بيض الله وجهك يا ابو جابر. ووجهك وجهك الله. هلا بالفاكهه. يلا حي حي الله سيد باشا. كيف الحال؟ يلا حي ابو باسل. صعب 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 صع